القصابة أبو رشدي حماد الزياني عبد الكريم. فاهم شوف هذا الزمان، شوف اللي صوت الله يضربها وتروح عند الجيان. شيل الشرع صعب لا تربية ما امتد قرآن، نية ما كان نية غير الغفة ونخدع في الجيران. ناي والدنيا خافك أخويا يحيى من غير المكناس، خافر وليدتك يطع أخويا فاق وغير الزينة داوهم من النسوان. الزينة ولا تبسطح حسبوها ما كان فيها عصيان. الناس من أي فجوة مع الدمين والكارطة والدخوان. دخلت الوحد المدينة وبكيت أخوتي وسألوا العيان. لا وليدي فجوة مع الدمين والكاطة والدخوان. دخلت لوحد المدينة وبكيت أخوتي وسألوا العيان. مش برانا غيش يا بكبار الإمام مع العذان. كي صلينا خرجنا نلقى الشارع والمقاعي مليان. ناي والدنيا خاطر إدنسيو فرا تيرنيل، خاطرك أحمد والشقيق نتاعك حافظ، وما تنساليش محمد وعبد الرحيم. كي صلينا خرجنا نلقى الشارع والمقاعي مليان. الدين اليوم راه غرب من حقه ونبكي عليه الزمان. الحج ضحاب الدراهم لا صلاة ولا زكاة لا رمضان. الدين اليوم راه غرب من حقه ونبكي عليه الزمان. الحج ضحاب الدراهم لا صلاة ولا زكاة لا رمضان. الشياب اليوم ضاعوا غير الخمر مطرين الديفان. بغيت تشوف المناكر في شط البحار فسد الحمان. نا وليدي هاي لما تشوف المنظر في صعيد يا في صيف، شوف الاسلام كي دايره. شوف المناكر في شط البحار فسل الحمان. الناس الديان ساها شتنا يا العائلة والصبيان. غوي عندهم صار غرهم وعماهم الرومان. بخاطر السلمي مصطفى، بخاطر عبد الإله شيفور طاكسي من هنا تا البركان ويقشار. شتنا يا العائلة والصبيان. غوي عندهم صار غرهم وعماهم الرومان. الشجاعة ما بقاتش لا حشمة لا جهد ولا إيمان.
اصبر الحفلة عليا عالرجال كبار ست النسوان حاول علينا في رمضان او شهر سبعة يا الشيخ حمد شهر سبعة في الأبلاج وما تنسى ليش السعيدية قال لك هذوك الإسلام منطقة والرجال السعيدية منطقة والرجال العطان ولكن شوف عند ربي يا شيخ محمد اصبر الحفلة عرايا عالرجال كبار شت النسوان قلوب الرجال ماتوا والعلماء سلموا بالبيان نسينا كل المسايل للشريعة رموها والقرآن العالم سكتوا وسكت ولا مسكين غايشوف العيان والعلماء سلموا بالبيان نسينا كل المسايد الشريعة رموها والقرآن العالم سكتوا وسكت ولا مسكين غايشوف بالعيان ولا يفتي غير الجهل والعمي والخاينة والكهان اجي نوصيك بنادم احضي نفسك لا تتبع شيطان اللي زعما تقول خويا بالصبر ويا صاحبي بالبوتان اسمع ولد البانطاج اسمع اسمع لي يا العاقل كونك فاهم شوف هذا الزمان شوف اللي صوت امه يضربها وتروح عند الجيران